شاء الله تبارك الله. البطاريات المتنقلة العجيبة من شركة ايبور الأمريكية، طبعا تتميز انها 3 مقاسات ممتازة جدا لها الرحلات والورش الصغيرة، يشتغلون عليها صاروخ دريل وشيء كثيرة. طبعا فيها فيشين كهرب او فيش كهرب حسب حجم البطارية، مداخل تايب سي ويو اس بي، مخرج 12 فولت وإنارة وشحن سلكي. يمديك تشحنها عن طريق كهرب البيت او كهرب السيارة، او تاخذها طاقة شمسية وتشحنها عليها. طبعا فيها شاشة تعلم كم بطارية فيها قياس، وكم الاستهلاك، وكم الشحن داخل، وكم ساعة تمشيك، وكم واط تستهلك. وهذا الآن تجربة سريعة لها على الدريل. كما عودناكم ضمان 2 سنين من شركة ايباور الأمريكية. أكيد بجينا سؤال، على سبيل المثال كم تشغل لك هذه التلفزيون؟ المقاس الوسط تشغل تقريبا تلفزيون قرابة 15 ساعة. المقاس الوسط يشغل لكم كيف الصحراوي هذا 30 لتر أكثر من 20 ساعة. وحتى بعد الثلاجة هذه مثلا تشغل لك إياها 15 ساعة متوسطة، هذا المقاس الوسط، في الصغير في الكبير. ما شاء الله تبارك الله. وبأسعار جد تنافسية ما تلقاها في السوق.